ولمناقشة واقع الحريات في العراق واستمرار استهداف الناشطين في البلاد والتضييق عليهم، معنا من لندن عضوة لجنة حقوق الإنسان في الميثاق الوطني العراقي الدكتورة فاطمة العاني. مرحبا بك معنا دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. أهلا بكم دكتورة. كيف تنظرين إلى القوانين الناظمة لحماية حقوق الإنسان في العراق؟ هل تؤدي مهمتها في حفظ الحريات في البلاد؟ هل المشكلة في القوانين أم في تنفيذ القوانين؟ الحقيقة هي المشكلة يعني في القوانين وفي تنفيذ القوانين. نعم. أولا لا توجد هناك قوانين يعني حقيقية تنظم حرية الرأي، بل هناك قوانين تحدد حرية الرأي وتساعد على تكميم الأفواه. بالرغم من أن الدستور ينص على حرية الرأي والتعبير، ولكنه لا يطبق ولا يوجد مجال للتطبيق. على العكس من ذلك، هناك تلاعب واحتيال مستمر على القانون من أجل التضييق أكثر وأكثر على الناشطين، على الصحفيين، على مختلف الجهات التي تنادي وتطالب بحقوقها وتعبر عن رأيها كما هو مسموح في كافة أنحاء العالم. هناك في الحقيقة استغلال حتى للقوة واستخدام للقوة من أجل تكميم الأفواه ومن أجل كبح الناشطين وكبح الصحفيين عن تأدية واجبهم وتقديم خدماتهم. نعم. على ذكرك لهذا الموضوع دكتورة، وهو موضوع مهم، في الآونة الأخيرة أغلقت عدة قنوات فضائية فضلا طبعا عن ملاحقة الصحفيين المستمرة. تكرار هذه الحوادث إلى أي مدى يؤكد أنها ممنهجة لدى السلطات الحكومية والميليشيات الموالية لها؟ نعم بالتأكيد، يعني استمرار هذه العمليات من استهداف الصحفيين يؤكد أن هناك نهج ثابت، خاصة وأن هناك ليست فقط عمليات استهداف، هناك تهديدات، هناك عمليات مداهمات، يعني هناك فعل على أرض الواقع. إضافة لا ننسى أن هناك حتى توجيهات تصدر عن الجهات التي تنظم الإعلام في العراق، يعني تحدد حتى للقنوات الإعلامية كيف يمكن لها أن تقدم البرامج وكيف لا ومواصفات الضيف. يعني هذا بالتأكيد يؤكد أن هناك نهج تسير عليه الحكومة من أجل الحد من الحريات. نعم. من المعروف لدى الدول التي تحترم الصحافة وتعتبرها السلطة الرابعة بطبيعة الحال تخشى أو تتحسس من الاقتراب من الصحفيين والإعلاميين. هل التحقيقات الحكومية التي تجري بحق الاعتداءات المرتكبة ضد الصحافة والصحفيين في العراق تأتي على مستوى الأحداث التي أو الانتهاكات التي توصف بالجسيمة؟ هو في العراق على العموم وليست فقط الانتهاكات التي تحدث ضد الصحافة وضد الإعلاميين، لا يوجد هناك تحقيقات فعلية تلتزم بالشفافية ومن أجل أن تؤدي بدورها من يعني من إيصال الحقيقة وتقديم ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات. لذلك فنحن لا نتوقع أيضا بالنسبة للتحقيقات التي تجري بما يحدث من انتهاكات ضد الصحفيين وضد القنوات الإعلامية أن تسير بنفس الطريقة وأن يحصل المظلوم على حقوقه ويتم الاقتصاص من مرتكبي هذه الانتهاكات. حالة في العراق هي حالة واسعة من الإفلات من العقاب، ولا يسلم منها حتى من قاموا بانتهاء وحتى الذين يعني ارتكبت بحقهم انتهاكات من صحفيين واعلاميين، لا يوجد لحد الان من يحاسبهم. وشاهدنا اخيرا في قضيه هاشم الهاشمي ماذا حل بالقضيه، بالرغم من يعني قاموا فقط بتقديم اكباش فداء للاعلام ولم يكن هناك اي اعتراف من جهه التي قامت وتتحمل مسؤولية قتل هذا الصحفي وغيره من الصحفيين. يعني الجهات هناك تستر واضح على الجهات التي تقوم بهذه الجرائم والانتهاكات، طبعا لأنها متنفذة في العراق. الدليل على هذا التستر هو أن
هذه العمليات، عمليات الاغتيال ضد الناشطين والاعتداءات عليهم وعلى الصحفيين تتكرر، حتى على الرغم من أن الحكومة تعرض أكثر من مرة اعترافات لمن قالت بأنهم قاموا باغتيال ناشطين وصحفيين. وهنا أسأل عن ضمان استقلالية القضاء وعدم انتزاع الاعترافات من بعض الضحايا والجهات التي تقوم بالجرائم بحقيقة هذه الجرائم. كما هو معروف لدى العراقيين ولدى العالم أجمع أن القضاء في العراق ليس قضاء حيادي ولا يخضع لمعايير الشفافية ولا يحترم أصلا وجوده كسلطة متنفذة في العراق لها أهميتها في حفظ الحقوق والاقتصاص من المجرمين. القضاء كما هو معروف في العراق يخضع للأحزاب، يخضع للميليشيات، تستطيع هذه الأحزاب أن تستخدمه بالطرق التي تضمن لها الاستمرار في السلطة فقط لا أكثر ولا أقل، ومن أجل مقارعة غيرها من الأحزاب ومن أجل التكتم والتستر على المجرمين من زعماء ومن ميليشيات، ويعني فقط مجرد لقضاء مصالحهم الشخصية، أما حماية المواطن، تحقيق العدل والحق، هذا ليس في الحقيقة الآن من عمل وليس من اختصاص السلطات القضائية في العراق، وهذا معروف حتى لدى الأمم المتحدة. يعني فكم من جرائم تعذيب يعني ارتكبت بحق العراقيين سواء صحفيين أو غيرهم، ولم يتم حتى الاعتراف بها من الجهات القضائية من أجل الحد من هذه الانتهاكات وأيضا يعني تقديم الجناة إلى العدالة. نعم. عضوة لجنة حقوق الإنسان في الميثاق الوطني العراقي الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لك.